برحب بيكم مشاهدي عين على البرلمان في الجولة الأولى النهاردة لمتابعة الجلسة العامة لمجلس النواب وكمان اجتماع اللجان ونشاط النواب. هنتابع معاكم كل الأخبار العاجلة اللي حضراتكم بتهتموا بيها وبنهتم بيها معاكم في كل المجالات. نستني مشاركة حضراتكم طول الحلقة على الأرقام اللي موجودة واللي بتظهر أمامكم على الشاشة علشان تشاركونا الموضوعات اللي بنناقشها. اللي عنده مشكلة أو أي ظاهرة سلبية يا ريت يبعتها ليا فورا على أرقام الواتساب اللي موجودة أمامكم على الشاشة. أبدأ معكم سريعا بفقرة الأخبار. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيستقبل رئيس المفوضية المشتركة للمراقبة والتقييم لمتابعة التزام أطراف النزاع في جنوب السودان بتنفيذ الاتفاق المبرم بينهما. من المنتظر أن يتناول اللقاء تطورات تنفيذ اتفاق حل الأزمة في جنوب السودان، خصوصا دور المفوضية خلال المرحلة المقبلة وسبل مواجهة التحديات التي تواجه تنفيذ اتفاق السلام. المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بيترأس اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة الملفات الأمنية والاقتصادية وتقارير الوزراء المختلفة، بالإضافة إلى المشروعات التي تعمل عليها الحكومة لتقديمها للبرلمان. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع أمس برئيس مجلس الوزراء وبحضور وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والكهرباء والطاقة المتجددة والنقل لمناقشة آخر التطورات. أستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي والمتخصص في متابعة شؤون مجلس الوزراء، برحب بحضرتك وتفاصيل أكتر عن اجتماع الحكومة. تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. الحقيقة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الاجتماع يعني بيغلب عليه الجانبين الاقتصادي وأيضا جانب تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من مختلف الوزارات. الملف الاقتصادي ملف مهم فيها الكثير من المحاور. مجلس الوزراء بيتابع تطور المفاوضات مع صندوق النقد بشان مساندة برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، ايضا بيتابع اسعار السلع واوضاع الاسواق وتوافر السلع الاساسيه في الاسواق باسعار مناسبه، الاجراءات اللي اتخذها الحكومه لضبط الاسواق ومنع اي محاولات للتلاعب، ايضا بيتابع اوضاع يعني سوق النقد وتاثيرها على الاسعار وتوفير الموارد اللازمه من نقد اجنبي لاستيراد السلع الاساسيه او المنتجات المهمه اللازمه للصناعه المصريه. ايضا مجلس الوزراء بيتابع وفي كل اجتماع بيتابع الخدمات في كل محافظه بتقدم للمواطنين، بيحضر كل مره محافظ بيعرض التقارير الخاصه باداء محافظته فيما يتعلق بمشروعات الاسكان، فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والمرافق، فيما يتعلق بالتعليم والصحه وغيرها من النواحي الخدميه. وبشكل عام ايضا مجلس الوزراء يتابع في اجتماعه اليوم الخدمات اللي بتقدم للمواطنين وتحسينها وتطويرها، وايضا اذا كانت هناك مشروعات قوانين جديده معروضه على المجلس ولسه هم الاجتماع منعقد، واذا كانت هناك مشروعات قوانين هيتم اعلانها بعد اجتماع مجلس الوزراء. عموما يعني منتظرين ان يصدر بيان حول اهم القرارات والموضوعات اللي ناقشها المجلس والقرارات اللي تم اتخاذها في هذه الموضوعات. يعني في قرارات هيتم اتخاذها النهارده؟ بالتاكيد نعم، بالتاكيد في قرارات سواء فيما يتعلق بالحياه اليوميه للمواطن او فيما يتعلق ب اذا كانت هناك مشروعات قوانين يوافق عليها المجلس هيتم اعلانها واحالتها الى مجلس النواب. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وهنتابع معاك كل التفاصيل لاحقا. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون مجلس الوزراء. مهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ترأس اليوم زي ما قلنا اجتماع الحكومة الأسبوعي وده لمناقشة كل الملفات، وهنتابع معاكم كل التطورات زي ما قال لنا الأستاذ كمال ريان المتخصص في شؤون مجلس الوزراء وما يصدر عن اجتماع الحكومة من قرارات. وزارة التضامن الاجتماعي قالت أن البنوك المصرية ستبدأ اليوم صرف المعاشات بالزيادة المستحقة عن شهري يوليو وأغسطس واللي تقدر بحد أدنى 125 جنيه وبحد أقصى 323 جنيه، وذلك استكمالا لعملية صرف المعاشات اللي بدأت أول أغسطس عن طريق منافذ هيئة التأمينات ومكاتب البريد. وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مجموعة العمل المختصة باستمرار الاتصال المباشر بجميع مناطق صرف المعاشات لتذليل أي عقبات تواجه الأهالي، كما أنها تتابع سير عملية الصرف من خلال تقارير غرفة العمليات المشكلة من القيادات في وزارة التأمين.
مهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية قال أنه سيتم إجراء القرعة على أراضي الإسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر اعتبارا من اليوم، تستمر حتى الغد. أضاف السباعي أنه تم الانتهاء من إجراء القرعة في حوالي 8 مدن جديدة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن نتائج القرعة سيتم إعلانها على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وموقع بنك التعمير والإسكان، وذلك ضمن 21 ألف قطعة أرض طرحتها وزارة الإسكان لمختلف الشرائح في 21 مدينة جديدة. قال مسؤولون مصرفيون إن لجان التفتيش المختصة بالبنك المركزي سوف تكثف من حملاتها التفتيشية على شركات الصرافة المخالفة اليوم بعد موافقة مجلس النواب أمس على تعديل قانون البنوك في المواد المتعلقة بتغليظ عمليات الإتجار في العملة. أكد المصدر أن البنك المركزي أغلق نحو 50 شركة صرافة على مدار الفترة الماضية بسبب تلاعبها في أسعار بيع العملة الصعبة. كان مجلس النواب قد وافق أمس على تعديل قانون البنوك في المواد المتعلقة بتغليظ العقوبة على عمليات الإتجار في العملة بعد زيادة الفارق بين السعر الرسمي والسوق السوداء لأكثر من 3.5 جنيه أمام الدولار. الخبيرة الاقتصادية والنائبة بسنت فهمي بتنضم لنا على التليفون. برحب بحضرتك يا سيادة النائبة. اهلا بك يا فندم، اهلا وسهلا. يعني ايه رأي حضرتك اولا في قرار البرلمان بتغليظ العقوبة على المتلاعبين في سوق الصرف، وفي نفس الوقت تأثير هذا القرار هيكون ايجابي من وجهة نظرك ولا غير كافي؟ بص حضرتك، تغليظ العقوبة ده لازم، لانه احنا من بعد الثورتين الحقيقة حصل انفلات في حاجات كتيرة قوي، مش بس في الدولار، في أسعار السلع في السوق وفي الأمن، وده وضع طبيعي بعد الثورة. موضوع خطر لأنه ده بيهدد الاستثمار وبيهدد الدولة، فكنا نغلظ العقوبة زي ما غلظنا عقوبات أخرى على موضوعات تانية في السوق زي التموين وغيرها. فأنا مع تغليظ العقوبة، لكن هل ده يحل مشكلة الدولار؟ لا، مش هيحل ده، مش هيحل مشكلة الدولار. دي مشكلة كبيرة قوي، دي مشكلة اقتصاد. فإحنا عندنا مشاكل اقتصادية إحنا عارفينها، الحكومة عاملة خطة 2030 إن شاء الله وبتناقشها حاليا، وتناقشت مع البرلمان وبتناقش مع الصندوق على أساس إن إحنا نشوف إزاي هنقدر نحل مشاكلنا الاقتصادية. لو ما حليت مشكلتك الاقتصادية، الدولار ده أنا دايما أقول ده عرب مش مرض، ده نتيجة. أنت اقتصادك تعبان طبيعي بعد ثورتين وبعد مشاكل في المنطقة إلى آخره، مش هكون في كل ده، انما طبعا عندك مشاكل زي ما العالم كله عنده مشاكل. ما نبتدي نحل مشاكلنا واحده واحده، ده اللي يحل مشكله الدولار. لكن اللي بيتاجروا في السوق السوداء لازم يتعاقبوا حضرتك، زي بالظبط اما تاخد التموين والتاجر دي في السوق السوداء، ما نفس الشيء، لازم يكون في تغليظ عقوبه. لكن يشتغلوا طبعا القنوات الرسميه، شركات صرافه بتشتغل طبقا للقانون. مش كل الشركات بتخالف على فكره، في مجموعه ايوه بتخالف، لكن مش كل الشركات بتخالف. طيب، ده قرار اعتقد انه سليم. طيب سيادة النائبة، في الاول فيما هو متعلق بالشق الاول من سؤالي اللي حضرتك اجبتي عليها، لتغليظ العقوبة اجراء سليم واجراء في محله، حضرتك اجبتي بالايجاب. اذا قلت لحضرتك ان كثير من شركات الصرافة او مكاتب الصرافة المتعاملة يعني حتى تتقي شر تغليظ العقوبات او الحملات المستمرة عليها، وحضرتك ذكرتي ان هي ايجابية وصح، قفلت مكاتب الصرافة أو بتتعامل بشكل علني بالسعر المفترض أن هي تتعامل به، وفي نفس الوقت هي بتدير علاقاتها بعيدا تماما عن التعامل الرسمي من خلال المكاتب، من خلال التليفون ومن خلال العلاقات، بيدوروا الموضوع. يعني يبدو كأن القرار مش متحكم في هذه القصة بشكل واضح. بص حضرتك، ما يسري على الدولار يسري على القمح، يسري على السكر، يسري اللي هيتلاعب هيعاقب. مفيش مناقشة، دي بلد، دي دولة ليها نظام. طب ما نفس الشيء البنوك تشتغل على مزاجها بقى، لا محدش يقول كده أبدا. وإن هيلفوا هيتمسكوا هيتسجنوا وهيدفعوا العقوب، جايز اثنين ثلاثة ما يتمسكوش، لكن في ناس هتتمسك. مفيش شركات قفلت أي حضرتك، فده كلام الحقيقة مش مقبول. يعني ده أولا تحدي غير مقبول للقانون، ده مش تحدي لقرارات، ده قانون. هو تحايل، فكرة تحايل. يسري على الدولار يسري على القمح، طب ما انا بكره بتوع الدقيق يخبوا القمح ونموت الناس بقى ولا ايه؟ لا لا لا، ده كلام مش مقبول. وان قالوا هذا الكلام ده كلام خطير، يحاسبوا عليه
يعني مفيش بلد في الدنيا تدار بالطريقه دي حضرتك. احنا عندنا مشاكل واحنا خارجين من ثورتين وعندنا حروب ان انا اجي اقول هو كده لا، يعني ايه؟ يعني مفيش دوله؟ يعني البنوك تشتغل كمان زي ما هي عايزه وشركات التامين والبورصه وسماسره البورصه، طب ما نقفل البلد بقى. لا مش ده قصدي، قصدي ان هم بيتحايلوا برضه حتى بالرغم من ذلك. فهم هم حرين، اللي عاوز يتحايل يتحايل، ما الحراميه موجودين واللي بيقتلوا موجودين، بس لما بيتمسكوا بيطبق القانون. انا مش همشي ورا واحد بس يبقى عارف اذا اتمسك هيطبق عليه قانون في شديد جدا. فهيبقى لو كان في 10 بيخطئوا قبل كده النهارده ممكن يبقوا 2 3، لكن ده كلام مش مقبول. انت مش شايف الوضع حضرتك عامل ازاي؟ الاسعار بتروح فين وعدم الاستقرار والمصانع اللي مش عارفه تشتغله. لا تحدي للدوله، لا لا لا، لكن في قانون. لكن في قرارات كان من الممكن ان يتم اتخاذ قرارات اقتصاديه او قرارات من قبل البنك المركزي على سبيل المثال لم تتخذ حتى الان، حضرتك شايف ان هي مفترض ان يتم اتخاذها دلوقتي؟ لا بص حضرتك، انا ما احبش في الازمات اقول كنا وكانوا. انا ابص لقدام، انا عندي مشكله لازم احلها وكلنا لازم نحلها. اذا البلد فيها مشاكل الكل بيتاثر، مش فئه بتتاثر، حتى اللي بيتاثروا المقتدرين اكتر من البسطاء، لان البسيط ما عندوش حاجه يخسرها مع كامل احترامي. لكن التلاعب بالقانون وتحدي الدولة لا، ده لغة مش مقبولة، مش مقبولة أبدا ولا في أي حتة في الدنيا. أنت لو وقفت في أمريكا وتحديت الدولة مش هيسمح لك، يعني إيه؟ صحيح. لكن إذا أنت عاوز تاخد مخاطرة وتظل تشتغل في الضلمة ولو اتمسكت هتتحبس وهيتعمل الغرابة دي، أنت حر. طيب حضرتك بالنسبة لموضوع القرارات الاقتصادية والبنك او صندوق النقد الدولي امبارح، أيوة. علشان برضو الكثير من الجدل بيثار بشان هذه النقطه، نقطه صندوق النقد الدولي، بيقولوا ان صندوق النقد الدولي هو المسؤول عن كثير من قرارات الحكومه اللي ممكن بيسموها بالاجراءات الصعبه واللي داخله ضمن الاصلاح، عمليه الاصلاح الاقتصادي، وان ده شرط من البنك الدولي. في حين ان انا اتكلمت مع حضرتك قبل كده علشان استوضح موضوع القرض وصندوق النقد الدولي، قلت لي ده كان بيحصل زمان، النهارده الصندوق بيقول لهم اعملوا انتوا الاصلاح واعرضوه عليا وانتوا اللي مسؤولين عليه. تمام. لكن نتيجه ان كان زمان الصندوق بيحط روشته وتيجي تتطبق في مكان تبوظ الدنيا، لانه انا دايما اقول، حتى انا ما بحبش لغه بعض الاقتصاديين يتكلموا تقول له مثلا احل مشكله العماله في مصر، زي يقول لك البرازيل عملوا ما اعرفش ايه، الفلبين عملوا ايه، انا لا ليا دعوه لا بالبرازيل ولا بالفلبين. أنا عندي مشاكل أنا أكتر واحدة عارفاها. فالصندوق بطل يدي روشتات، هو بيعمل إيه حضرتك؟ هو مستشار، بتيجي تقول له أنا عندي المشاكل دي أحلها بالطريقة دي. قال لك خطتك سليمة توكل على الله وأنا هقف معاك، خلاص. عندك أخطاء في خطتك هيقول لك، مش يعني كمستشار. مش عايز تاخد منه ما تاخدش. يعني أنا مندهشة لناس كثيرة منفعلة، يا سيدي بلاها الصندوق. انسى الصندوق خالص، احنا عندنا مشاكل اقتصاديه ولا لا؟ نقعد نحلها وننسى الصندوق بقى خالص، عشان احنا دايما نسيب زي الدولار، سيبنا مشكله الدولار ده من فين وعمالين نمسك اصل دول جريوا من هنا ودول طلعوا من هنا، لا. انا عندي مشاكل اقتصاديه، الغي الصندوق خالص وننساه من ذاكرتنا. يلا يا مصريين نقعد مع بعض نحلها ونحط الحلول. احنا قادره ناس بارضنا ووطننا، مش كده ولا انا غلطانه؟ بالتاكيد المفروض. مش عاجبنا الصندوق يا سيدي بلاها الصندوق. لا بس هي فكره علشان مساله ال انا فاهم، ايوه هو ده اللي انا عايز اكده يا فندم، يعني مفيش حاجه بالغصب ولا بالاجبار ولا المفروض. لا 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 خالص. انت ندهته قلت له تعالى من فضلك اقعد معايا عاوز اتكلم معاه، جه قعد معاه ما عجبكش الكلام مشيه ونقعد احنا نحل مشكلتنا مع بعض، احنا اضرب مشاكلنا، صح ولا انا غلطانه؟ صح. بس حضرتك كمان قلتي لي ان هذا قرض مهم ومفيد جدا لمصر، لان من وجهه نظري شهاده، لانه شهاده كمان غير الفلوس هو شهاده. انا نفر من 91 مليون، قد اكون مخطئ. ما دام عندنا خطط ثانيه تقدر تحل، انا ما عنديش مشكله حضرتك. الاقتصاد مش خناقه، الاقتصاد اتفاق وارقام، وعشان نحل مشاكل الناس الغلابه مش عشان الاغنياء. البسطاء عندهم مشاكل لازم تتحل، الشباب عاوز يشتغل، البلد لازم تدفع الديون اللي عليها، وهكذا. صحيح. نقعد مع بعض ونحل وننسى الصندوق خالص من المعادله. لقينا حلول خلاص، ايه المشكله؟ صحيح. مش مشكله، هو مش جاي يفرض عليك.
يعني انا بندهش وكان الصندوق ده جاي بجيش وبيقول لك هتعمل ده غصب عنك. لا هو دلوقتي بس سياده النائبه، علشان حضرتك عارفه انا بحب دايما اتناقش مع حضرتك لانك صريحه جدا وخبيره طبعا في هذا التخصص. اللي ماشي اي حاجه تطلع يقول لك اصل الصندوق هو اللي قال، الصندوق هو اللي قال لهم. الصندوق انا رايي ننسى الصندوق خالص بقى، ونحن نعمل مع بعضنا قاعده كده كمصريين ونحط الفلوس بس. تمام كده الصوره واضحه للجميع. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده النائبه بسنت فهمي الخبيره الاقتصاديه. النهارده اللجنه العامه بمجلس النواب برئاسه الدكتور علي عبد العال بتعقد اجتماعها الشهري، حيث من المنتظر ان يتضمن التوافق على نهايه دور الانعقاد الحالي، مواعيد استجواب وزير التموين خالد حنفي وزير الزراعه في ازمه توريد القمح ومرض فطر الارجوت. في سياق اخر بتناقش اللجنه استقاله النائب مصطفى بكري من عضويه لجنه القيم واختيار بديل له، بالاضافه الى عدد اخر من الموضوعات المحاله الى رئيس المجلس. جدير بالذكر ان اللجنه العامه تتكون من رؤساء اللجان النوعيه وممثلي الهيئات وخمسه من النواب المستقلين، وبيكون انعقادها مره كل شهر بدعوه من رئيس المجلس اللي بيضع جدول اعمالها ويدير مناقشتها. على الهواء مباشره محمد الرئيس هيطلعنا على تفاصيل اكثر عن اعمال البرلمان والنواب. محمد برحب بيك والتفاصيل عندك، اتفضل. شريف تحية لك ولمشاهدي عين على البرلمان من أمام مجلس النواب. بالتأكيد يعني نحن نحاول دائما التواصل مع النواب للتعرف على ما يدور من جلسات عامة ومن جلسات أو عقد لجلسات اللجان، التعرف على تفاصيل كل ما يدور داخل أروقة البرلمان. اليوم من أبرز الأمور هو انعقاد لجنة تقصي الحقائق، ويعني بالتأكيد هناك كثير من الأمور مثل ما يحدث في صوامع القمح والتجاوزات التي تم رصدها فيها، كل ما يخص هذا الجانب والمعلومات المفصلة سنتعرف منها من سيادة النائبة سلوى أبو الوفا نائبة عن دائرة بني مزار مطايب محافظة المنيا. سيادة النائبة برحب بحضرتك معنا، ورحب بينا نتكلم عن أهم النقاط اللي بتناقشها النهاردة اللجنة في اجتماعها. إيه أبرز النقاط الرئيسية اللي بتشتغلوا عليها النهاردة؟ السلام عليكم، سلوى أبو الوفا المنيا، برحب بالجميع وبرحب بالسادة المشاهدين جميعا. أهم النقاط، إحنا بنعمل النقاط في توصيات النهاردة إن شاء الله عشان نخرج بتوصيات نقدمها للدكتور علي، نعمل مذكرة ونقدمها للدكتور علي وتتعرض في الجلسة العامة بإذن الله. هو موضوع القمح، إحنا زرنا كان فيه مخالفات، إحنا زرنا 10 مواقع بطريقة عشوائية في 6 محافظات، في كل موقع من المواقع إما أن يكون في سوء تخزين للقمح والقمح لا يستلم صب وغير موجود بأجولة، أو يكون في عجز في الكميات إما في الشوان أو في الصوامع. ففي كذا موقع من المواقع اللي زرناها كان في عجز في الصوامع يعدي ال 50 مليون، آخر موقع اللي أنا روحته في الشرقية بالبيس كان 151 مليون، كان في عجز في كميات الأقماح المستلمة حوالي 50,000 طن، وكان القمح محطوط في الشوان صب، وده طبعا مخالف. ففين الرقابة اللي موجودة؟ فين أمين الشونة؟ احنا مش بنتكلم برضو عن الموظفين الصغيرين، احنا بنتكلم عن الفساد اللي استشرف في موضوع القمح، فلازم يكون ليه حل جذري. لان لما يكون العجز في الشوان اللي رحناها في 10 مواقع، احنا في 517 صومعة منهم 135 خاص، احنا زرنا عشوائي 10 مواقع، فلما يكون في عجز في 200,000 طن ب 550 مليون فده يعني اهدار مال عام، فلازم يحاسب المفسد. والدوله بتحارب الفساد. نعرف النهارده مثلا في مقترحات بتوصيات هيتم تقديمها للسيد رئيس المجلس، التوصيات دي اهمها هيكون ايه؟ من اهم التوصيات ان يكون في رقابه مشدده، وان يكون استلام القمح من خلال الحصر والحيازات في الجمعيات، يبقى في المديريات يبتدي يتعمل حصر شامل للاراضي اللي مزروعه قمح عشان يبقى الحصر مظبوط والحيازه مظبوطه، ويبقى في رقابه مشدده على استلام الاقماح، ويكون الدوله هي المسؤوله عن استيراد القمح. دي من اهم التوصيات، وان يكون القمح دايما استلامه في اجوله وما يتحط الصب في الشوان او الصوامع، وتكون الصوامع مجهزه، لان مده التوريد من 15/4 ل 15/6، والمفترض يطلع برضه للموظفين والمسؤولين عن استلام الاقماح حوافز
في المده اللي هم بيستلموا فيها الاقماح عشان برضو يكون حافز مشجع ليهم، لان الفتره مش طويله، هي في مده شهرين توريدات او شهر ونص، فالمفترض ان الموظف ده يطلع له حافز او بدل انتقال او بدل تغذيه عشان برضو ياخد باله، لان في عندنا لجنه خماسيه مكونه من موظف التموين، موظف الصادرات والواردات، رئيسها الموظف بتاع الصادرات والواردات والزراعه والمورد وصاحب الشؤون، فالمفترض الاهتمام بالموضوع ده اصلا. طيب يعني عايز اعرف من حضرتك، المفروض ان التوصيات دي هيتم اقرارها وتسليمها للسيد رئيس المجلس النهارده ولا في موعد هيكون امتى بالظبط؟ اه هيكون تسليمها بكره باذن الله او يوم السبت عشان قبل الجلسه العامه عشان تنزل في جدول الاسبوع الجاي. وانا بقول من اهم التوصيات والتجديد على التوصيات ان يبقى استلام القمح من خلال الحيازات والحصر الشامل والرقابه المشدده على الاقماح، واستيراد الاقماح يكون من خلال الدوله، وان نحاول نكافح الفساد ده، وبرضو ان برضو من زيارتي في القليوبيه في الموقع اللي كان في الشونه كان القمح فيه افات، فالمفروض الافات الحشريه دي ما تكونش موجوده، ففين الرقابه؟ فين الحجر الزراعي؟ فين الرقابه على الاقماح اللي موجوده؟ يعني اسمحي لي برضه حضرتك، هو هيتم عرض كل النقاط دي في الجلسه العامه النهارده، ما فيش جلسه عامه، الجلسه العامه هتكون الاسبوع الجاي مش النهارده. الاسبوع الجاي ان شاء الله تكون التوصيات اكتملت وخلصت، وفي مستندات وادله في كل الشؤون اللي فيها عجز في الاوراق اللي موجوده، وكل ده هيتقدم ان شاء الله للرئيس المجلس وهيتناقش في الجلسه العامه مع باقي النواب عشان نخرج بالقرار النهائي. بس احنا مهمتنا كلجنه تقصي الحقائق ان احنا نعرف الفساد ونراقبه، لكن المشكله الاساسيه بقى يتعرض الورق على النائب العام، وسياده النائب العام اصدر قرارات من كام يوم بمنعهم من اصحاب الشؤون اللي فيها مخالفات والصوامع بمنعهم من السفر، فاصدر قرارات، وده دور النيابه واحنا سايبين الدور للقضاء والنيابه في المواضيع دي كلها. سيادة النائبة يعني احنا بنشكرك شكرا جزيلا على المعلومات اللي قدمتها لنا، النائبة سلوى أبو الوفا نائبة عن دائرة بني مزار مطاي بمحافظة المنيا. شريف، الحال أو الوضع عن ما يحدث في لجنة تقصي الحقائق، كل مكان يؤرخ بالتأكيد كل المشاهدين كل المواطنين في مصر المعلومات يعني بشكل وافي حصلنا عليها الآن، وبالتأكيد سنتابع كل ما يحدث في البرلمان من جلسات عامة أو اجتماعات للجان. بشكرك شكرا جزيلا محمد الرئيس، شكرا لكل التفاصيل، وشكرا كمان لضيفتك. بعد الفاصل مستكملين مع حضراتكم، خليكم معانا. اهلا بحضراتكم من جديد. النائب طارق الخولي امين سر لجنه العلاقات الخارجيه بمجلس النواب قال انه من المقرر ان يلتقي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب اليوم بشباب النواب تحت 35 سنة بناء على دعوة منه. خليني أعرف تفاصيل أكتر عن هذا اللقاء، وبالفعل هيتم ولا مش هيتم ولا تم، من النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب. سيادة النائب برحب بحضرتك. حياتي أستاذ شريف ومشاهدين الكرام. التقيتوا بالفعل بالدكتور علي عبد العال ولا لسه؟ لا الحقيقة لسه، هنلتقي إن شاء الله الساعة 2 من ظهر اليوم بإذن الله، يعني بعد حوالي ساعة ونص من دلوقتي. كم نائب تحت سن ال 35 أو لحد ال 35؟ حوالي 50، بس طبعًا لأنه إحنا كنا 52 يعني بعد انعقاد البرلمان مباشرة، لكن طبعًا في ناس بتخرج من سن تباعًا، فأعتقد إن إحنا دلوقتي بقينا حوالي 50 يعني. 50 نائب، هتتكلموا في ايه مع الدكتور علي عبد العال اللي هي المفروض الدعوه جايه منه؟ بالتاكيد الدعوه موجهه من الدكتور علي في الدعوه الاولى، واعتقد انها مش هتكون الاخيره، يمكن على انه بيلتقي بشباب البرلمان من فتره لاخرى من اجل تدعيم العمل البرلماني للشباب ومحاولات الدعم النفسي والمعنوي للشباب انهم يؤدوا بشكل افضل، لانه يطلع عن المشاكل اللي بتواجهنا بشكل عام خلال العمل البرلماني، خلال اي امور تتعلق بالشان الداخلي في البرلمان. طب وايه المشاكل اللي بتواجهكم يا سياده النائب؟ نعم، ايه المشاكل اللي بتواجهكم؟ قد تكون مشاكل بعض النواب حوالين طريقه طلب الكلمه، مشاكل بعض النواب فيما يتعلق بالجانب البحثي والفني في اداء اعمالهم داخل البرلمان، حاجات من هذا النوع، امور كلها اعتقد انها فنيه في العمل البرلماني، وبالتالي رئيس البرلمان بيكون بيطلع من فتره لاخرى على تطوير المنظومه الداخليه للبرلمان، وهل تحسنت واصبحت
على القدر اللي من خلاله يقدروا الشباب انهم ينموا قدراتهم وانهم يقوموا بدورهم كبرلمانيين على اكمل وجه ولا لا. بالاضافه لده انه يعني انه الشباب بالتحديد في بعض الشباب اللي دي اول تجربه كنواب وبالتالي تقريبا كلنا يعني تجربه اولى لينا، لكن انه للمساعده دائما وبيحتاج لبعض الاطر المساعده لتطوير قدراته وقدرته على استيعاب بشكل افضل واسرع للعمل البرلماني. وبالتالي رئيس المجلس بيكون حريص على انه يلتقينا ويطلع على مطالبنا في هذا الشان ويطلع على مشاكلنا اذا كان البعض عنده مشاكل فيما يتعلق بالمنظومه الداخليه للبرلمان، بيكون الرئيس حريص على انه يطلع على ده من فتره لاخرى. تمام. سياده النائب، الحقيقه الناس اللي بتسافر دول اوروبا سواء كان للسياحه او للعلاج او لانهاء اجراءات تجاريه او علاقات تجاريه بتقابلهم صعوبات كثيره جدا 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 في استخراج التاشيرات، والصعوبات دي متمثله كمان في سوء المعامله وطول المده من جانب السفارات الاوروبيه. هل بالفعل تدخلت لدى وزاره الخارجيه لمطالبه السفارات الاجنبيه على ارض مصر بتسهيل الاجراءات للحصول على التاشيره؟ ده حصل، ويمكن ده على أجندة اجتماعنا النهاردة في لجنة العلاقات الخارجية الساعة حوالي 1 إن شاء الله عندنا اجتماع لجنة العلاقات الخارجية، وده كان على رأس أجندة اجتماعنا. احنا تناقشنا في هذا الأمر من قبل، لكن المرة دي قلنا إن احنا نتناقش فيه باستفاضة أكبر خلال الاجتماع اللي هينعقد بعد قليل، وإن احنا هنبدأ نشوف جانب التحرك الممكن، لأن احنا لمست وردت لينا شكاوى كتير من مواطنين بيتعرضوا للوقوف طويله ولمده طويله جدا والحصول على التاشيرات بمنتهى الصعوبه، وانه ده زاد في الفتره الاخيره بشكل ملحوظ، وابتدينا احنا حتى يعني حتى واحنا في طريقنا للبرلمان بنعدي على بعض السفارات زي السفاره البريطانيه او الامريكيه، احنا بنشوف طوابير بشكل اعتقد انه لا يجب انه يحصل، وبشكل حتى ممكن يعني نسمينه شكل مهين للمواطن المصري، وبالتالي ده محتاج معالجه سريعا، واحنا هنطلع بدورنا في هذا الشان سواء كان مع تواصل مع الخارجيه للتنسيق في هذا الامر ووزاره الهجره وشؤون المصريين في الخارج، انهم يطلعوا عن طريق قنواتهم مع السفارات في القدره على تحسين هذا الامر، واحنا كلجنه ايضا هنتواصل مع السفارات المختلفه بالذات السفارات اللي بيلاحظ امامها هذه الظاهره ظاهره الطوابير دي، والتساؤلات كمان بتاعتهم يا سياده النائب بتكون تساؤلات سخيفه جدا. ده صحيح، ده صحيح للاسف، بس ده موجود من زمان يعني ده مش جديد، في بعض السفارات اللي بتبقى فيه صعوبات شديده جدا في الحصول على التاشيره، يمكن زاد يعني او بقى موجود في بعض السفارات الاخرى، لكن في سفارات الموضوع ده موجود فيها من زمان بقى يتعالج لانه لا يجوز ان يستمر اكتر من كده. انا بشكرك شكرا جزيلا على كل المعلومات. شكرا سياده النائب طارق الخولي امين سر لجنه العلاقات الخارجيه بمجلس النواب. الحقيقه بتبقى فعلا تساؤلات سخيفه جدا وشكاوى كثيره جدا من مساله طول الانتظار وسخافه المعامله والبروده في التعامل من جانب بعض السفارات للدول الأجنبية. أنا مش بعمم، بقول بعض السفارات الحقيقة هي معروفة بعينها وما بيفرقوش الحقيقة بين الناس وبعضها. كل ده مش مهم، مش مهم إن حضرتك تفرق أو ما تفرقش، المهم إن حضرتك تحسن المعاملة وتحسن الاستفسار وأسلوبه وطريقته وتنجز في هذا الموضوع. مش معقولة مثلا أنا شخصيا مرة كنت مسافر يعني فضل موقفني فترة وفي الآخر قال لي أنت سافرت لايبيريا قبل كده؟ لايبيريا إيه؟ يعني مع كامل احترامي وتقديري. المهندس شريف بهجت عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس بيت الخبرة البرلمانية للحزب قال إن بيت الخبرة البرلمانية بيعمل حاليا على إعداد مشروعي قانوني الصحافة والإعلام والعدالة الانتقالية لعرضهما على مجلس النواب خلال الأيام القادمة. كان بيت الخبرة قد أكد أن الأجندة التشريعية لحزب الوفد بتشمل 40 مشروع قانون بيتم طرحها على البرلمان على مدار الدورة البرلمانية الحالية. أبرز تلك المشاريع هي الخاصة بحل المنازعات الاقتصادية وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وقانون منع التعذيب وقانون التأمين الصحي وقانون منع التمييز وقوانين الحبس الاحتياطي وقانون السجون وغيرها من القوانين التي تعمل على إصلاح الحياة السياسية
والاجتماعية في مصر. دكتور ياسر حسان مساعد رئيس حزب الوفد، المزيد من التفاصيل، برحب بحضرتك يا دكتور، ومزيد من التفاصيل عن البيت الخبرة والأربعين مشروع قانون، وصلتوا لفين؟ أهلا وسهلا أستاذ شريف. بالنسبة للأربعين قانون، هو ده كان برنامج حزب الوفد لخوض الانتخابات البرلمانية السابقة. نعم. وإحنا أعلننا أنه وقتها أنه إحنا عندنا في أجندتنا 40 قانون جاهزين للمناقشة، وأعدتهم الحكومة الموازية ولجان الحزب. طبعا بنقدمهم تباعا، يعني عندما تتقدم الحكومة بمشروع أو نلاقي أن في مشروع قانون نازل للدراسة، بنشوف ما المثيل بتاعه في حزب الوفد، ونقارن بين القانون الحكومة وقانون حزب الوفد والقوانين الأخرى، وبنخش في قرار هل هنجري تعديل على القانون، بمعنى أنه في بعض المواد القانون في مجمله مقبول لكن في بعض المواد طالبين تعديلها، أو أن القانون بأكمله هيحتاج إلى تعديل لأنه في مواد هتضاف ومواد شايفين أنها تحذف، فترتيب المواد وعددها هيتغير بالكامل. وده اللي حصل في قانون الإعلام أو قانون الإعلام الموحد الحالي، اللي هو القانون اللي بننظره حاليا في لجنة الإعلام في الحزب. رجعنا القوانين المقدمة، وعلى الأخص كان في قانونين، قانون اللي قدمته الحكومة في الأيام الأخيرة، وكان قانون اللي قدمته المجلس الأعلى للصحافة من حوالي شهر ونص. تمام. رجعناهم، وقررت اللجنة الإعلام إنها هتروح في إعادة في صياغة قانون كامل، لأنه هنضيف مواد أخرى لها علاقة بسرية مصادر المعلومات للصحفي لم تتناولها، يعني لم يتناولها القانون الحالي بشكل تفصيلي، ومواد أخرى يرى اللجنة لابد من تفصيل من زيادة فيها والتشدد في مواد، ويعني في مواد شايفينها فيها مبالغة ومزايدة. طيب، إلى أي مدى حضرتك شايف أن بيت الخبرة البرلمانية للحزب استطاع أن يفيد بالفعل نواب الحزب وأعضاء الحزب بشكل عام؟ يعني اعتقد ان ده واضح، اداء الـ منضبط صحيح بالظبط، واداء الهيئه البرلمانيه لحزب الوفد، يعني لا مش عاوز اكون مبالغ، انه من يعني من افضل الهيئات البرلمانيه في تاريخ الحزب. يعني ادائها في اقل من برلمان بدا في يناير، في انعقدت اول جلسه ليه، في اقل من 6-7 شهور قدم حتى الان 5 مشاريع قوانين و2 في الطريق خلال الايام القادمه، ب7 مشاريع قوانين غير طلبات الاحاطه، وهناك استجواب قبل بالامس، استجواب الوفد اللي قدمه الدكتور محمد فؤاد للحكومه قبل بالامس، ويعني هيدرج في جدول اعمال المجلس الخاص بمجلس الاستجواب عن المشكله الاقتصاديه اللي بتمر بها مصر. اعتقد انه يعني اداء الهيئه البرلمانيه جيد جدا في الحزب الوفد، وبيت الخبره حقيقه بيضم كفاءات عاليه، لان هو بيشترط حد ادنى من المؤهلات العلميه والخبرات عشان تنضم الى بيت الخبره في الوفد. نعم. يعني وده اللي اداله ثقه، وده انه مشروعات القوانين بتطلع منه، وجلسات الاستماع اللي بيعقدها مع فئات المجتمع المصري، عشرات جلسات الاستماع كان واضح جدا في قانون الخدمه المدنيه اللي احنا قدمناه، وعلى فكره القانون الذي قبل يعني كان كبير منه جدا من المواد اللي الوفد طلب اضافتها في القانون. ومستمرين يعني في دورنا البرلماني، لانه يعني احنا في الوفد بنقتنع انه اذا كان هناك برلمان فدور الاحزاب في البرلمان، يعني دورنا الاساسي هو البرلمان، الاحزاب لا توجد في الشارع، توجد في البرلمان وتقدم تنقل نبض الشارع الى قوانين تقدمها الى المجتمع، ده اللي الوفد عاوز يقوم بيه في دوره الانعقاد الاولى، وبنرتب دلوقتي الى ما يعني خطتنا في دوره الانعقاد الثانيه، لان دوره الانعقاد الاولى يمكن هتنتهي خلال شهر او يعني او ما يقارب ذلك. تمام، ممتاز جدا، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتور ياسر حسان مساعد رئيس حزب الوفد، متحدثا عن بيت الخبره البرلمانيه ومشروعات قوانين الوفد خلال هذه الفتره والفتره القادمه. بيتوجه اليوم وفد من اعضاء لجنه الاسكان بمجلس النواب لزياره مدينه وادي النطرون لبحث مشكلات الاسكان الاجتماعي هناك، وذلك بعد تلقي اللجنة عدد من شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى بيان عاجل تقدم به أحد النواب في هذا الشأن. قال عادل بدوي وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب إن اللجنة هتبحث مشكلات الإسكان الاجتماعي بوادي النطرون على أرض الواقع، بعد تلقي اللجنة لشكاوى بعدم استلام الشباب للوحدات بالرغم من استمرارهم في سداد أقساطها حتى الآن، مضيفا أن المعلومات الواردة للجنة تشير إلى أن سبب تأخير تسليم الوحدات هو بسبب غياب المرافق، وهو ما ستقوم اللجنة ببحثه خلال هذه الزيارة.
النائب مصطفى الجندي عضو لجنة الشؤون الأفريقية قال إن وفد البرلمان الإفريقي هيقوم اليوم بزيارة مدينة شرم الشيخ لتفقد الترتيبات الخاصة بانعقاد مؤتمر البرلمان الإفريقي في شرم الشيخ خلال شهر أكتوبر القادم. قال الجندي إن وفد البرلمان الإفريقي من المقرر أن يتفقد القاعة المخصصة لانعقاد المؤتمر وفنادق الإقامة، مشيرا إلى أن الوفد أشاد بالأمن والاستقرار اللي بتشهده مصر حاليا خلال جولة قاموا بها خلال هذه الفترة بشوارع القاهرة. مستمرين معكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. اهلا بحضراتكم من جديد. اخيرا رسالتنا اللي بنناقش فيها مشاكل في مناطق الجمهوريه المختلفه كنتيجه لاستغاثات من المواطنين او شكاوى بتجيلنا من المواطنين. الحقيقه اهالي منطقه امبابه بالجيزه بيعانوا من مشكلات كثيره على راسها مشكله التموين. كاميرا عين على البرلمان انتقلت الى هناك لرصد شكاوى الاهالي في رساله زميلنا محمد الرئيس، واشوف حضراتكم انا الساعه 4 ان شاء الله بتوقيت القاهره. مشاهدي عين على البرلمان بنرحب بيكم من منطقه امبابه بمحافظه الجيزه. المنطقه هنا فيها مشكلات كتيره بالنسبه للاهالي، من اهمها بالنسبه لكتير من سكان المنطقه وكتير من المنتفعين من واحده من اهم الخدمات هي مشكله التموين وبطايق التموين وخدمات التموين. معانا مجموعه من المواطنين من المستفيدين من خدمه التموين واللي عندهم شكاوى من الخدمه هنا والمكتب الموجود في امبابة. هنتعرف على طبيعه المشكلات دي وعلى اراء المواطنين. معانا برده الدكتور محمد عبد اللطيف رئيس لجنه امبابة في حزب الوفد، وهو هيشرح لنا برده المشكلات اجمالا هتكون ايه والمطلوب للعمل على حله في منطقه امبابة هيكون ايه. دكتور محمد بنرحب بحضرتك معانا، وعايزين نعرف اجمالا المشكلات اللي موجوده في مكتب تموين امبابة اهمها ايه. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، أنا عايز أبتدي حديثي بأن المكتب نفسه اللي بيخدم أكتر من 600 ألف مواطن اللي بيشتغل فيه 3 أفراد فقط وكمبيوتر واحد، يعني من سنة 1980 الناس ما بتقدرش كل ما يجي ينشط بيقع السيستم بتاع الكمبيوتر، فدي مشكلة جامدة جدا. لا يعقل أن يكون مكتب للتموين لأهالي امبابة يخدم 600 ألف بثلاث موظفين. فأول طلب احنا بنطلبه أن يكون هناك بديل وتجديد لهذا المكتب لتوسيع خدمة الأهالي وعدد من الكمبيوترات، ودي خدمة بسيطة ل 600 ألف مواطن. أفتكر وزارة التموين كفيلة أنها تقدر تحل الكلام ده. وفي نفس الوقت هناك مكان على بعد 50 متر بعديها تبع الحي امبابة يقدروا ان هم ينقلوا المكتب لحد ما يطوروه، يعني اوسع وافضل، يعني سهل. ما بنقولش المشاكل بس، بنقول هناك حل ان يقدر ينقل مكان واسع جدا يقدروا ان هم يستخدموه. ده حاجه. نيجي نبتدي في المشكله نفسها بتاعه البطايق. المشكله البطايق انا افتكر ان المواطن هو اكتر واحد هيقدر يوصل لك الكلام، عشان يبقى حزب الوفد بيشوف المشاكل بيحاول يلاقي حلول ليها وبيخلي المواطن والمسؤول يسمع بنفسه من المواطن المشاكل. فافتكر ان المواطن جوه امبابة هو اكتر واحد يقدر هيسرد لك الموضوع ده. احنا نتواصل مع المواطنين اللي موجودين معانا، احنا عايزين نتعرف بحضرتك وتقول لنا ايه المشكله الرئيسيه بالنسبه لك في مكتب التموين هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اشكر حزب الوفد على جهوده ان هو خدمه المواطنين. إشكالي في التموين حضرتك، أنا بنشط البطاقة تقريبا كل شهر مرة، بتضيع عني فرصة النقط بتاعة العيش لأن البطاقة بتقف والتموين ما باخدهوش. التعامل مع المكتب هنا تعامل غير آدمي، كأني واحد في سجن، ما بتعاملش مع الموظف مباشرة، بتعامل مع واحد تاني وبيبدل وبيدخل لي ممكن ما أديش الخدمة اللي أنا محتاجها، يعمل خدمات زي ما هو عاوز يعملها، ما بدخلش للموظف على اساس ان انا اعمل. المشكلات دي بتبقى متكرره واسلوب تعامل الموظفين ده مستمر معاكم بالطريقه دي؟ استمراره حضرتك الطريقه غير ادميه، وحضرتك ممكن تصور هتلاقي في سور
والناس واقفة في الشمس ومفيش معاملة كويسة، وواحد بيستلم ورق ويدخل يتعامل مع الموظف. ليتك كده الشهرية في التموين بتاخد وقت قد ايه هنا عشان تقدر تصرف النقاط بتاعك؟ يعني حضرتك انا ممكن 3 4 ايام كل شهر مشكلة للتموين، اجازات من الشغل، غياب، انقطاع، بيؤدي الى فشل في عملنا. يعني مش مفروض نطور نفسنا، مصر محتاجة ان هي تعلى. حاولتوا تقدموا شكاوى او تطلبوا تحسين للوضع هنا او تتواصلوا مع وزارة التموين؟ تواصلنا حضرتك، انا شخصيا تواصلت مع السيد الوزير على اساس ان هو يذلل العقبات دي، وعدنا ولم تذلل اي عقبة منذ عامين، من سنتين ما فيش اي عقبة زالت، نفس المشاكل وبتتكرر ونفس التمشيط. والمخبز هنا عندنا المؤسسة ومخبز الدم منه كانوا واخدين الكارت الذهبي، بناخد منهم العيش عشان عملوا مخالفه، سحبوا منهم الكارت الذهبي، ف مش لاقيين مش لاقيين مكان. لا لقينا مكان بس متباعد، عشان اروح انا اجيب بنص جنيه عيش. احنا عايزين يبقى في مكان هنا تقدروا تصرفوا منه العيش او الخبز بشكل مستمر. نتعرف بحضرتك، قومي قولي لنا ايه المشكله اللي عندك. انا بضاعتي وقفت 6 اشهر وما كنتش لاقيه عيش ولا لاقيه تومين. محدش حاول يحللك المشكله دي؟ مش حاول، اجي هنا يقولوا لي روح يعملها لي، واللي بعد 3 ايام تشتغل ما فيش تل بعد 3 ايام. وبعد ما اشتغلت شهر رمضان وقفت تاني. طيب اما بتيجي هنا الموظف هو اللي بينشطها لك ولا في حد واقف بره بينشط لك؟ لا بياخدوها اللي جوه، اللي يكون واقف وبيلم البطايق، بيقول لي بعد 3 ايام ايه شغليه، اروح بعد 3 ايام يا ابني ما تشيش. كل الناس بتشتكي، بيحصل معاها حاجات زي كده برضو؟ ايوه كلها الناس بتشتكي. وهوقف يعني احنا نقدر نقول انه مشكلات مكتب التموين في منطقه امبابه متكرره. احنا شايفين الاعداد اللي واقفه ورانا المكتب، في 3 موظفين بس وفقا للمعلومات اللي عندنا. الموظفين اكيد 3 ما يقدروش يخدموا الكم ده، بطاقات كتير واقفه، بطاقات كتير اصحابها مش لاقيين انهم يشغلوا البطايق دي ولا يستفيدوا من الخدمه، وما زالت المشكلات مستمره. هنتعرف برضو على مشكلات اخرى من المواطنين الموجودين. نتعرف بحضرتك، قول لنا المشكله ايه اللي انت عايز تعرضها وشايف ايه الحل للمشكله. انا اولا جمال مرجان من اهل امبابه، وبقول ان موضوع المنظومه مش مظبوط، المنظومه كلها مش مظبوط. اوفيس مش مظبوط في المنظومه بالنسبه يعني عن موضوع التنشيط، الناس دي كلها واقفه ووقتها مهدر في موضوع التنشيط، بيجوا الناس دي كل يوم بشوفها هنا عشان نشطوا بطايقهم، وللاسف بتخش كمبيوتر وما تنشطش، ترجع للبقال يقول لك ما تنشطتش، لا انت عارف تشرف ولا انت عارف تشرف خبز ولا عيش ولا يعني البطاقه اللي معاك دي بطاقه مالهاش مش ذو قيمه يعني، ما بتتنش. المكتب ما بينشطش البطايق. ليه المكتب ما بينشطش؟ يعني ما بتدخله هنا ما بيرضاش يعمل لك الخدمه بقى جوه؟ المفروض هم يعني يعرفوا ايه السبب او الكمبيوتر فيه ايه، انا مش فاهم. كل الناس دي نشاط البطيئة وللأسف يروح يصرف التموين ما بيلاقيش تموين، فأنا مش عارف يعني المنظومة دي المفروض تبقى منظومة أحسن من كده. وفي يعني احنا شايفين اهو في بطايق بيبقى مكتوب عليها قايمة سودة، أغلب البطايق اللي معاكم كده قايمة سودة؟ أنا معايا قايمة سودة. احنا عايزين نعرف دلوقتي البطايق دي كلها واخدة قايمة سودة ليه؟ وإيه معنى قايمة سودة؟ وإيه ليه بطايق الكم ده كله والعدد ده كله البطايق بتاعتهم ما زالت موقوفة ومتصنفة قايمة سودة؟ احنا نتعرف بحضرتك وقول لنا إيه المشكلة. إبراهيم الطيار. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أشكر برنامج الحياة على حل اللي كل إيه المشكلة؟ إيه المشكلة اللي عندك اللي عايز تحلها؟ بدل الفايد بيتعمل كويس، بعد شهرين 5 شهور بيجينا بدل الفايد ونيجي نوصف بطاقة ذكية بيقول لك مش يعني أنت بتعمل بطاقة بدل فايد، بدل فائد، وبعد ما بتستلم البطاقة دي بتلاقي إن البطاقة مش شغالة أصلاً بعد 5 6 شهور؟ إن في بطاقة للي ضايعة شغالة، مفروض وزارة التأمين تلغي البطاقة القديمة المسروعة كده كويس عشان البطاقة الجديدة تشتغل. يعني هما بيقولوا لكم البطاقة القديمة هي اللي شغالة والجديدة دي ما تشتغلش. مش هتشتغل، مفروض يلغوا البطاقة القديمة اللي أنا عملتها جديدة تلغيها، وزارة التأمين تلغيها عشان تلغي أجهزة التأمين. كده وزارة التأمين بتخسر خسارة جامدة، إن بتصرف بدل الفائد 2 و4 مرات، المواطن بيصرف 5 6 مرات بدل الفائد. بتخسر وزارة التأمين، أنا برجو من وزارة التأمين تراجع هذه المنظومة وهذه بالظبط عشان تعمل حاجة. بالنسبة لتنشيط البطايق، التنشيط راشد دلوقتي تبقى التأمين ما فيش تنشيط. تاني حاجة، ناس بقالها 5 6 سنين مقدمة بتصرف بطاقة ورقية، ما فيش بطاقة ذكية. سيد بطاقة ورقية دي بصرف فيها التأمين،
تفيد العيش. طب ما البطاقه الورقيه اتلغت خلاص وبقت زكاه، ما زالوا بيصرفوا بقى قبل السنه، قبل شهر 12 بتصرف. طب انا اصرف اشرب عيش منين؟ اخد عيش منين؟ الراجل اخد معاش، معاش صغير، اخد معاش منين؟ بطاقه ورقيه ديت بتصرف العيش بس، بتقول بس عيش لا. فانا برجو من التأمين، برجو من الحكومه، برجو من مجلس النواب حل هذه المشكله فورا في مكتب المنيره الغربيه بامبابه، ان بقت البطاقه الذكيه بقت صداع مزمن، صداع مزمن. احنا نقدر نقول ان هنا في مكتب بريد امبابه مشكله التموين اصبحت مشكله ضروري يتم العمل على حلها. الاهالي موجودين خارج المكتب، البطاقات في ايديهم، البطاقات واخده قوائم سوداء، مفيش بطاقات شغاله، مشكلات متكرره. وبالتالي يعني احنا سامعين الاهالي بيقولوا حسبي الله ونعم الوكيل. اذا مطلوب حل لمشكله مكتب بريد، مكتب تموين امبابه، مطلوب حل للمشكلات دي، مطلوب خدمه افضل للمواطنين اللي محتاجين اكيد لخدمه التموين، واكيد انتظارهم بالثلاث واربع ساعات هو محتاج لتحسين الخدمه دي. مشاهدينا دي كانت رسالتنا ليكم من امام مكتب تموين امبابه، تحياتنا ليكم وعوده.